عليكم أخ علي حياكم الله وعلى ضيفك وعليكم السلام. الكريم. وبالبداية طبعا نعزي الشعب العراقي، نعزي عائلة الكابتن مرحوم ناظم شاكر. طبعا خبر وفاته يعني كان بارحة والله، يعني خبر مؤلم ومفجع بعد الرحيلين كابتن علي هادي والكابتن أحمد راضي الله يرحمهم إن شاء الله برحمة الواسعة. واليوم نسمع خبر وفاة الكابتن ناظم شاكر، طبعا أكيد يعني كنا حزينين وهذا الخبر يعني ألمنا يعني كلش زين. فالحمد لله والشكر على كل حال، الله يسكن تسيح جناتكم ان شاء الله ويبقى الصبر والسلوان الكابتن ناظم شاكر العائلة ان شاء الله، والله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. مهند علي، لناظم شاكر تصريح مأثور اليوم تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، قال بنص العبارة: مهند علي نجم العراق الواعد، مهند أفضل لاعب بالعراق، بعيدا عن التصنيفات عن الأرقام.